السلام عليكم سيداتي، مرحبا بكم معايا في واحد الفيديو جديد ونهار جديد وموديل جديد. كنتمنى سيداتي هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. هذه غندورة موديل جديد غادي نبارطاجي معكم، غادي ندوز نفصلو ونمونطيه معكم باش تشوفوا جميع التفاصيل ما تمشيو فين. وشوفي لي تاني سيداتي هذا الموديل حتى هو كيشابه الاخر، كاين شويه ديال الفرق في الكول. هنا فيه الوريدات غير في جهه والجهه الاخرى لا، والكميمات هنا كاينين لي فرونس. انت كي كتشوفي واحد الفريفرات في لي مانش، كي كتشوفي سيداتي الموديل رائع واللوين روعه. غير الفرق بيناتهم هذا الصاري ديالو درت النمر من الفوق، والاخر داك الغوز الصاري ديالو ديال النمر درته من التحت. وانتم غادي تشوفوا تقولي لي اين الشكل جا احسن، واش الصاري النمر الفوق ولا التحت. السلام عليكم سيداتي، مرحبا بكم معايا اليوم في واحد الموديل ديال واحد الكندوره جديده بسيطه سهله بالنسبه للمبتدئات، اللي تقدر اي سيده دير منها مشروع ولو في البيت ديالها. نبداو على بركه الله. كناخذ الثوب ديالي سيداتي، عندي جوج مترو ديال الثوب اللي كنطويهم على جوج، ومن بعد كنطويها على اربعه. كنجي سيداتي لهاد الجهه هادي ديال العنق، كناخذ فيها 8 سنتيم، وكنهبط من هنا لهنا بجوج ديال السنتيم، وكنطور هكا سيداتي التطويره ديال الخلف. كناخذ الكتف اللي كنعبر فيه 21 سنتيم، كنهبط بثلاثة ديال السنتيم، وكنطراسي الكتف هكذا سيداتي. كنعبر من هاد النقطه ديال الكتف هاد الهبطه هنا 20 سنتيم، كنتقابل مع ديك 20 سنتيم، وكندير الصدر اللي هو 31 سنتيم. كناخد البيروكي ديالي وكنحطو هكذا من هاد النقطة ديال الكتف لهاد النقطة ديال التركيز، خاصة المبتدئات سيداتي اللي ما كيحكموش يخدمو التركيز بشكل جيد. يعني هاد الآلة أو هاد الانسترومون كتعلمكم أو كتسهل عليكم المسألة. هكا سيداتي كنهبط من هنا لهنا ب 12 سنتيم، نعاود نهبط 12 سنتيم واحدة أخرى. هاديك 12 سنتيم الأولى كندخل منها بواحد جوج سنتيم باش كندير الإيفازي ديالي. هكا سيداتي هكا كنعاود نخرج لهاديك 12 الثانية حتى للأسفل. ودابا كناخد الطول ديالي هكا، عندي مترو وربعين سنتيم، كنقطع الخلف كتيف وكنقطع الطول، كنقطع الطول سيداتي بهذا الشكل هكا، كنقطع الطول ومن بعد كنقطع الدورة ديال الكل. من بعد سيداتي كنحيد قطعه اللي غادي نخرج منها الكول ديالي. كناخذ من هنا لهنا 12 سنتيم، وكنعبر كانني غندير الفي، كنعبر الوسط اللي هو 8 سنتيم، ومن بعد كنقطع على هذا الشكل. كنقطع من هنا في، ومن هنا كانه داير على هذا الشكل. كناخذ العبار ديال التركيز وهذا عندي 29 سنتيم، كناخذ هنا 29 سنتيم ديال قطعة التركيز، ومن بعد كنقطع هكا. هنا عندي 16 سنتيم اللي كنلاقيها مع النقطة ديال التركيز أو ديال أعلى الكم. بهذه الطريقة كنزيد هاد الطرف هذا هنا هكا، الطول ديال الكم ديالي كنزيدو بهذه الطريقة هذه، اللي من بعد أنا غندير فيه شي وريدات بهذا الشكل. العبار ديالو كامل
فيه 40 سنتيم. وبعد ما ساليت الفصاله ديالي غادي ندوز نشوف معاكم المونتاج. ما تمشيو فين، خليكم معايا. رجعت بك المونتاج سيداتي. غادي ناخذ الامام وغادي نسجفو بهذا الشكل. حصلت على الكل بهذه الطريقه سيداتي. غادي ناخذ هاد الوريدات ثلاثه، غادي نديرهم من هاد الفاس، غنثبتهم هكا سيداتي كي كتشوفي. نبدا نثبتهم من بعد سيداتي كناخد هاد نص جزيري. هذا واحد الضفيره رقيقه كنتمنى تكون واضحه لكم، سميتها نص جزيري. كنديرها في القفطان وفي الجلابه. انا دابا اليوم قررت نديرها في البيجامه. كناخدها ونحطها فوق هذاك الخط اللي خدمته بالماكينه باش ما يبقاش يبان. هذا اول شيء كنبقى متبعاه كيف درت. كنحل الوردة وكنحبس وكندير واحد الكريمات هنا. وهاد الكرانة كندير هنا. هاد الكرانة من بعد سيداتي غادي نثبت فيها واحد الحجيرة اللي ما غاديش تخلي هذاك الضيفو يبان بحال هاد الشكل. من بعد غنثبتها هكا باليد، ما تبقاش تبان هذيك لاريتمون اللي درت. تقريبا سنتيم ونص. وحتى هو كنثبته في الاخر ديال الورده بهذا الشكل. كنحاول ندورو هكا سيداتي، ندير بيه واحد ديزاين على هذا الشكل هكا. واحد الوريده تجيني هكا بحال الخريصه. نثبت الفوقاني وعاد كندور هكا هذه الوريده بهذا الشكل. كل جديد سيداتي من الكرياسيون ديالي سيداتي. ومن بعد غادي نزينو ببعض الحجيرات اللي غادي يزيدوه واحد لو شارم اكثر. ودابا كناخد الخلف اللي كندير له السجفه هكا ديال الخلف. كناخد سنتيم ديال الخلفه وكنكراني هكا. ومن بعد كنمونطي الكتف مع بعض هكا بهاد الطريقه اللي كتجي مفينيه كيف عودتكم. كنلاقي الكتف على هذا الشكل كيف كتشوفي سيداتي، كتجي مفينيه من هنا ومن هنا. وبنفس الطريقه كنمونطي الجهه الاخرى. انا هاد الكلام سيداتي كنوجهه للمبتدئات والسيدات اللي يلاه بداو في الحرفه واللي يلاه بغاو يديروا منها مشروع. الى سهل عليهم الله ان شاء الله بحول الله
وطبعا الله كيسهل دائما في اي حاجه فيها خير. ومن بعد كناخذ السجفه هذه او كنطرقها او كنقلاصيها بهذا الشكل، كنثبتها مزيان هكا اللي كنعبر الوسط ديالو هكا. ندير له هاد الفيليل هكا باش كنضبط الوسط، وكنثبت فيه هاد الوريدات هادو، وحده كتكون في الوسط هكا، وكنثبت على هاد الشكل دائما هكا. ثبتها مزيان، كنحصل على هاد الشكل هذا اللي من بعد كندير له واحد الحجيره هنا باش كتعطي واحد الجماليه، ما كيبقاش هذاك الكحل كتكسرو، غنديرها في الغوز. وبنفس الطريقه كنخدم الكم الاخر حتى هو كنلاقي فيه داك الطريف، وكنزيد نعبر له الوسط اللي غادي نثبت فيه هذيك الوريده هاد الشكل. بعد سيداتي كناخذ بياسه ديالي كنمونطيها الكمام، كنمونطي ليها الكميمات ديالها بعد ما كنطراسي الوسط ديال لكم هكذا سيدتي. وكنحاول هاد النقطه اللي تراسيتها، كنحاول سيدتي هاد النقطه اللي تراسيت تجوني فوق الخياطه ديال الكتف مباشره هكا. ومن بعد كنمونطي البيت كنمونطي الجهة الأخرى حتى هي بنفس الطريقة.
كسيداتي. كندير لوغلي بهذا الشكل، حتى الكميمات حتى هما غندير لهم واحد لوغلي صغير ديال نص سنتيم. كنذكر سيداتي ان الكميمات 3/4 ويمكن لك تديريهم كم على حساب الكليانه شنو غادي تبغي. كنتمنى سيدات فين نكون وصلت لك الفكره ديال هاد القنيطيره هادي وتكوني تعلمتي شي حاجه اللي تفيدك في حياتك في مستقبلك مع وليداتك في البيت ديالك كونها مشروع مربح سيداتي. يعني وانا خير دليل قدامكم ولله الحمد كنجتهد ولله الحمد كنجتهد باش نوصل لي. وهذا هو الشكل النهائي سيداتي القنيطيره ديالي. انت كيف تشوفي كيفاش جات راقيه وانيقه. كنتمنى تروق الاعجاب ديالك ونتمنى كذلك تكوني استفدتي من هذا الدرس. انت كتشوفي حتى لتحت انت طويله وانيقه مع هاد الكميمات هادو جاو 3/4 وتبت فيهم هاد الشميشه هادي انت كتشوفي. والى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله.